أنا امرأة متزوجة، وسؤالي عن حكم صبغ الشعر بالسواد، أرجو الإجابة بالتفصيل، جزاكم الله خيرا. نعم، صبغ الشيب مطلوب للرجال وللنساء، قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب، أما السواد فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد. هذا عام، هذا نهي عام للرجال والنساء، فلا يجوز صبغ الشيب بالسواد الخالص، أما السواد المخلوط بلون آخر فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.